قال أيها الخوات، تدرون 80% من المشاكل بسبب ماذا؟ 80% من المشاكل الزوجية في بيوتكم بسبب ماذا؟ تتوقعون بسبب ماذا بالضبط؟ تعرفون ليش؟ سبب واحد فقط تمثل 80% من المشاكل، نحن نسميها أم المشاكل، أم المعارك. 80% من المشاكل في البيوت الأسلوب، أسلوب الزوجة في طريقة الكلام، في نبرة الكلام، في الصوت، في الحدة، في النغمة، في طريقة الحديث، في الوقفة، في الملامح. 80% من الرجال يكرهون أسلوب زوجاتهم في الحوار. ما تشوفون أغلب رجال ماله خاطر يكلمت، تلوع تشبه ومقعد معاك، ماله خاطر يتحاور معاك، دائما يهرب منك. أسلوبك هو القاتل في الحديث. ودي أسألكم، أغلب النساء عندما تمارس أسلوب الحدة والصوت العالي والعصبية والمزاجية والغضب والتوتر والانتقاد والتجريح والاتهام، شو خليتي؟ تدرون من كل 10 رجال 7 من الرجال ما يحبون يتحاورون مع زوجاتهم بسبب أسلوبهم؟ تدرون من كل 10 من الرجال 7 من الرجال يتجاهلون الحوار مع زوجاتهم بسبب أسلوبهم؟ طبعا انت مو بحاسه، طبعا اغلبكم يقول الان والله كله منهم، كله هو السبب، هو اساس المشكله، هو اساس المصيبه كلها. ما نختلف، قد هو فعلا